السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه البيتزا بعجينه قمه في الروعه وبصوص طومات، يعني نخدموها غير في الكوكوت. تم توجد هاد البيتزا، يعني واش نقول لكم، جربوها جربوها جربوها، على بالي ومتاكده باذن الله راح تعجبكم وراح تعتمدوها باذن الله. نبداو بسم الله. راح نبداو بصلصه الطماطم، نسحق فيها 4 حبات تاع الطوماطيش، نص حبه تاع البصل، كميه تاع الثوم، يعني انا درت حوالي راس، وراح نسحق فيها ثاني شويه تاع زروديه، حوالي نص حبه تاع زروديه. راح نقطع كلش في لاكوكوت تاعي كيما راكو تشوفوا. الزروديه اللي هنا ديروها رقيقه، يعني كيما راكو تشوفوا تكون رقيقه كامل باش تطيب تمتم. وهاد صوص طومات تجي بزاف هايله، ما نديرولهاش كامل الماء، بدون ماء، يعني قطره تاع الماء ما راحش نضيفوها، وتطيب تمتم وتمدي لكم كميه هايله وتنقص عليكم التعب. نزيد نجيب لهنا هذيك الطوماطيش، شوفوا لهنا انا درت هذاك البصل ورميت هذاك الثوم كامل، وراني نقطع في الطوماطيش بهذا الشكل، ما نحولهاش الماء ديالها، يعني نحولها غير هذاك الراس من الفوق ونقطعوها بهذا الشكل. نضيف عليها كمية تاع الزيت، تقدروا تخلطوا زيت الزيتون مع زيت المائدة، أنا استعملت زيت المائدة ما كاش عندي زيت الزيتون. نزيد نضيف عليها مغرف صغيرة تاع الملح، بالنسبة للزيت حوالي 4 مغارف 5 مغارف تاع الزيت. نضيف عليها مغرف معمرة مليح فلفل عكري، مغرف صغيرة، مغرف صغيرة معمرة تاع الزعترة ولا الزعتر، أنا استعملت الزعتر. ونزيد نضيف عليهم 2 مغارف صغار تاع طماطم مصبرة، يعني شوفوا نحطوا كلش كيف كيف بهذا الشكل، ما نحركوها ما والو، كيما راهي دايركت راح نغلقوا الكوكوط ديالنا ونديرها في الكويزينيير تاعي في العين اللي تكون صغيره كامل، ونقص لها النار كامل باش ما تتحرقليش ونخليها تطيب حوالي 4 ساعة راح تكون واجده. نمروا نحضروا العجينه. العجينه نسحقوا فيها كاس تاع الماء دافي، سعه الكاس 240 حتى 250 مليلتر، وراح نضيف عليها المكون العجيب واللي يمد لها واحد الخفه واحد البنه روعه، اللي هو نص كاس تاع الجازوز. انا استعملت الجازوز ابيض، مي للامانه انا كي يكون عندي اي نوعيه تاع جازوز كانت عندي في الدار نضيفها، احمر خضر اصفر كوكا، اي نوعيه تاع جازوز عندك في الدار ضيفي نص كاس راح تمد واحد القوام. شوفوا هاد الفواران، هذا راح يخلي العجينه تاعنا تجي خفيفه. ضفت عليها مغرف كبيره تاع الخميره وراني نحرك كامل كيف كيف، ما راحش نضيف السكر باسكو الجازوز تاعي راهو حلو. هاد العجينه غير ننصحكم بها، على بالي ومتاكده باذن الله راح تعجبكم. نزيد نضيف عليها حبه تاع البيض، 4 كاس زيت المائده، ومغرف صغيره تكون ممسوحه تاع الملح بهذا الشكل، ونخلط كامل كيف كيف. وكما قلت لكم الجازوز راح يخليها تجي خفيفه، العجينه تجي خفيفه تجي مهويه من الداخل، يعني هاد المكون بزاف هايل في العجينه تاع البيتزا، ننصحكم وبشده تجربوها. ولي ما يكونش عندها البيض تقدروا تستغناو على البيض، مي البيض راح يزيد العجينه تاعنا تجيك شغل مقرمشه. في هذه المرحله راح نبدا نضيف الفرينه، نضيف 2 كيسان فرينه دفعه واحده، نضيف عليهم مغرف صغيره خميره الحلويات. الدور تاع الخميره تاع الحلوه راح تخلي البيتزا تاعنا ما تجيش كالبريوش، يعني تجي مقرمشه. ونبقى نضيف الفرينه ونطم في العجينه ديالي، نتحصلوا على عجينه تكون تتلاصق في اليد. زدت ضفت الكاس الثالث، نزيد نضيف الكاس الرابع ونزيد نضيف الكاس الخامس، وراح الكاس الخامس راح نضيفه تدريجيا، يعني نبدا نضيف بشويه ونشوف. بهذا الشكل شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي تلصق في اليد. بالنسبه للكاس الخامس انا قعد لي منه غير شويه، يعني حوالي 5 كيسان تقدروا تقولوا 5 كيسان، شوفوا شحال قعد لي من الكاس الخامس. راح نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. نعاود نولي لهنا، شوفوا هنا هذا وين طفيت على الصوص طوماط تاعي، مازال كامل ما حليتهاش، خدات لي حوالي 4 ساعة 20 دقيقة في الطياب، ما حش تاخذ لكم كامل بزاف. شوفوا كيفاش تلقاوها، تلقاو هذيك الطوماطيش تلقات الماء ديالها، هذاك البصل تلق الماء ديالو. راح نميكسيها،
شوفوا تجي هايله هايله هايله. شوفوا شوفوا اللون تاعها شحال شباب، يعني هذيك الزروديه مدت هذا اللون، انا يعجبني هذا اللون في البيتزا. شوفوا تجي ما شاء الله، يعني ننصحكم بهاد الوصفه تاع صلصه الطماطم. شوفوا شوفوا شحال هايله، وتمتم توجد ما تعييكمش كامل وتمد لكم كميه كبيره. راح نحطها جانبا، نعاود نولي العجين تاعي. شوفوا نلقاه خمر، راح نكسر له الخميره، راح نعاون روحي بشويه تاع الزيت. بهالطريقه نحطها على طاوله العمل وراح نقطعها على اربعه، يعني راح تخرج لي اربعه بهذا الشكل. ونجيب لهنا الحلال وراح نحللها هكذا بهالطريقه، نحلها على شكل دائري. شوفوا العجينه راهي بزاف خفيفه، نرفدها هكذا بالحلال. نجيب البلاطو تاعي ندهنه بشويه تاع الزيت، وراح نبقى هكا نخدم في هذيك العجينه. ولهنا ما تضغطوش باسكو البلاطو تاعنا يعني فيه هاد الثقوب، دونك ما تضغطوش عليه. راح ندير كميه مسلسه الطماطم، شوفوا القوام تاعها، يعني هاد صوص طوماط بزاف هايله. راح نمشيها كامل بهذا الشكل، راح نزيد نضيف لها شويه زيتون دي نوايوتي. ولهنا يقعد ليكم الحاجه اللي تحبوها في البيتزا ديروها. عندي لهنا طون طومات راح ندير شويه، وكاين اللي يخلو طوم على الاخر، انا نحب نديرو في هذه المرحله. ونزيد ندير عليها شويه تاع الفرماج، بالنسبه لهاد النوعيه يعني نوعيه عاديه، وانتم اي نوعيه تحبوها ديروها بهذا الشكل. وراح ندير ثانيك زيتون الكحل بهذا الشكل، وراح ندخلها طيب على 200 درجه ولا 220 درجه. كي نشوفها تحمرت من تحت ودب لي هذاك الفرماج راح نخرجها. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت، شوفوا جات ما شاء الله هذاك الفرماج داب، تجي بزاف بنينه. راح نقسم لكم منها تشوفوا كيفاش جات. هذيك العجينه خفيفه خفيفه بزاف، هذيك صوص طوماط من اروع ما يكون، نتمنى منكم تجربوها. شوف كيفاش تجي هذيك العجينه شحال خفيفه، هذاك الكازوز يعني مدلها واحد القوام روعه، شوفوا بزاف بنينه. وفي الاخير قبل ما نكمل لا فيديو، حبيت نقول لكم باللي على تحت الطلب ديالكم راح نولي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. مين نتوما تانيك يعني اقل شيء جام، لي جام راهم كارثه في لي فيديو. وتاني بارطاجيو القناه هكذا، يعني انا نتعب عليكم حتى نتوما اقل شيء بارطاجيو القناة الماكسيموم. وبإذن الله في كل وصفة راح نولي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وفي الأخير شكرا على المشاهدة، إلى وصفة لاحقة، سلام.